يوجد عند بعض الناس بعض الألفاظ التي نذكر بعضها، يقول محمد يغطك يعني يخسف بك الأرض. يقول ما حكم قول بعض الناس محمد يغطك يعني يخسف بك الأرض؟ يخسف بك الأرض، ما أحد يخسف الأرض إلا الله جل وعلا. أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض؟ لا أحد يستطيع أن يخسف الأرض، لا محمد ولا غيره، هذا من الجهل.